سيدي خلينا احنا نتفق جميعا انه الحي بتجي المياه، ولكن في بعض المنازل فعلا ما بتجيها المياه لان المنطقه عاليه، وبالتالي يعني بلده بليله وبلده زقفه بياخذوا المياه من محافظه المرحل. الان يا سيدي العزيز في مشروع اللي هو قائم ام اللولو جرش حوفه، هذا راح يحسن المياه بشكل عام بالمنطقه كلها. القائم 6 انش راح يكون الخط اللي هو 16 انش، بالتاكيد هاي العمليه راح تحسن المياه الوارده لبلده بليله. الخط القائم الحالي 4 انش سوف يتم استبداله ب 6 انش، بالتالي تتحسن المياه في بلدة بليلة بشكل عام. الحي اللي هو وسط البلد وردتني صحيح ملاحظات من مواطن أو مواطنين، إذا في مشكلة فردية يا سيدي العزيز إحنا جاهزين لتلبية حاجة الناس من المي عن طريق الصهاريج بعد مراجعة إدارة المياه وحسب الأصول وبعث لهم المياه بالصهاريج. لكن يا سيدي أنا اليوم إن شاء الله ببعث مدير التشغيل مع المراقب المنطقة وبشوفوا إذا مشكلتها بتتحسن من ضمن إمكانية محافظة جرش 200 متر 100 متر 2 إنش، يعني راح نباشر ونحل هاي المشكلة إن شاء الله. الآن صيف الخط اللي بكون يعني موصل لهاي الحارة ممكن 2 إنش، في مربوطين عليه كثير ناس من المنطقة اللي أقل انخفاض، وبالتالي استهلاك المياه بتصير بزيد، بظلهم فاتحين المياه حتى يكتفوا، وبالتالي أحيانا أنت إذا بدك توصل لهاي المناطق العالية بدك تزيد الدور 12 ساعة، وبالتالي بتنقص على الناس اللي بعديهم. السبب الرئيسي هو زيادة الطلب على المياه واستهلاك المياه بشكل أكثر في فصل الصيف من فصل الشتاء.